اللي حاط خطه انه يشتري شيء جديد، اذا حاط يعني ينتظر شيء الموديلات الجديده اللي بيشوفها، فينتظر المعرض هذا يبني عليه خطه. مثلا لو واحد عنده خطه انه يشتري سياره جديده، مثلا انا مثلا عندي فكره بشوف سياره، فاقارن بين اكثر من سياره وشركات وشو العروض الموجوده. المعرض هذا مهم جدا جدا لنا كمعرض دبي، وانا بالنسبه لي هذا المعرض مش بس لدبي، للشرق الاوسط ولدول الخليج بالكامل. يعني عندي اهم السوق اللي عندي هو سوق الخليج.